بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم أينما كنتم ومرحبا بكم حيثما حللتم. معكم محبكم الدكتور أحمد عبد المنعم السلموني، متحدثا ومحاورا اليوم في اليوم المفتوح أول أيام العيد الأضحى المبارك. بداية نهني الأمة الإسلامية من اسكندرية إلى أسوان بعيد الأضحى، ونتمنى لكم عيد سعيد مبارك يا رب العالمين. بادئ ذي بدء، الحمد لله الذي إن أنعم فنعم فهدى فهذا فضله، والذي إن أبلى فأشقى فعذب فأمرض فهذا عدله. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يعرفها سوى المرضى، وإن أردت أن تعرف نعم الله عليك فأغمض عينيك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أحبائي دعوني بداية أرحب بضيفي العزيز الكريم الهامة والقيمة، الأستاذ الدكتور أحمد حسين مشعل، أستاذ مساعد بمركز البحوث للعلاج الطبيعي وعلاج السمنة، ورئيس وحدة أبحاث العلاج الطبيعي والسمنة. مرحبا بك أخي وضيفي العزيز الكريم. أهلا يا دكتور. أهلا يا دكتور. إن شاء الله يا دكتور أحمد عايزين نعمل حلقة كده ظريفة لطيفة خالية من الكوليسترول، خفيفة الظل كده إن شاء الله، بس هي هتكون دسمة إن شاء الله. أيوة عشان دسمة في المعلومات خالية من الدسم. إن شاء الله رب العالمين. الناس محرومة، وكانت في جلسة من اللي زاد في الوزن ومن اللي اكتئب نفسيا، جال عيد فرحة وجال عيد الحمد لله يعني ببوادر خير بانقراض الفيروس، مش هنقول انتهاء ولكن انقراض وتضاحل، خلاص يعني أصبحنا حوالي ضعف بدرجة 65%. فالناس بقى عايزة تقول لك عايزين نفرح بقى، عايزين ناكل اللحمة، يعملوا ايه في اكل اللحمة بقى؟ طيب هو عموما خلينا نقول انه يمكن النجاح في القضاء على الفيروس هو نفس الحل اللي عملناه، هو نفس النجاح اللي هننجحه في القضاء على السمنة، هو تغيير السلوك. تمام. تغيير السلوك، احنا قضينا على الفيروس بالتباعد الاجتماعي، بالتزامنا بالنظافة الشخصية، غسيل الايدين، لبسنا الكمامة، نفس الكلام، هي مسألة التعود على السلوك الصحي. تمام. هو ده اللي يبعدنا عن الأمراض عموما، مش بس السمنة، مش بس نبعد عن كوفيد 19، مش بس أي مرض عايزين نتفاداه لازم نغير السلوك الشخصي للناس. يمكن بقى خلينا نقول يا دكتور انه في العيد احنا عندنا السلوك بتاع الفتة والرقاق والعزومات والتجمعات والدهون، ودي بتبقى يعني اغلب اليوم. انا مش عارف اقول ايه، لكن احنا معظم الناس عندها مشاكل تمنعها ان هي تاكل هذا الاكل، من مرضى بقى ارتفاع الضغط. احنا ده اللي هنتكلم عنه دكتور احمد، عايزين نعرف السادة المشاهدين مين الريسكي جروب او الناس اللي عندهم مخاطر ونخاف عليهم من الاكل الحاجات الجامدة دي في الفترة دي. ده كلام هايل. كلام هايل. كل من يعاني مرضا مزمنا، وسيادتك عارف بتحذره قبل العيد، بتقول له ايه؟ اوعى اللحمه الضاني، مفيش كلام. مع انه في معلومه بتقول لك يا دكتور احمد ان ده مفهوم كان خاطئ، لقيوا ان اللحمه الضاني دي فوائدها في الدهون واللي والكلام ده احسن من الكوليسترول المصنع زي السمن النباتي والحاجات المهدرجه دي. الكلام طيب ده صحيح؟ خليني اقول انه احنا قبل ما ندي نصيحه لازم عندنا ساينتفك ايفيدنس، دليل علمي. حلو. راجل ذاكر وعمل ابحاث وبتاع، في الاخر قام طالع لك بدليل علمي بيقول ان اللحمه الضاني مفيده للبني ادم. علشان انا الكلام ده بيجي لي ناس في العياده تقول لي ايه يا دكتور، ده انا عرفت ان الزبده احسن من الـ السمنه اللي هي من زيت الذره. طبعا ده كلام فاضي. تمام. احنا عندنا الدليل العلمي بيقول انه يجب ان احنا نقلل الدهون على اختلاف اشكالها وانواعها ايا كانت، زيت ذره، زيت سمنه نباتي، مثلا سمنه بقري، حتى اللي هي بتاعت الخروف او الدهون الحيوانيه او الاحشاء الداخليه للذبيحه زي الكبده. وحضرتك عارف طبعا ان محتوى الدسم بتاع الاعضاء الداخليه بيبقى اكثر من الخارجيه، اللحوم الحمراء العاديه. تمام. طيب الناس اللي يبقى عندهم ريسك فاكتور زي اللي هو اللي هي عوامل الخطر، او الناس اللي يجب ان تشعر بالخطر ان هي تاكل قوي من الاكل ده، او الاكل اللي محتوى الدهني بتاعه مرتفع، زي مين؟ الناس اللي يبقى عندها ضغط الدم مرتفع، لما بيحصل زياده في معدل الكوليسترول في الدم احنا بنتوقع ان ضغط الدم يحصل له ايه؟
يرتفع أكتر. أكتر. الناس اللي عندها كوليسترول أو زيادة في الدهون الثلاثية أو زيادة في الدهون اللي موجودة في الشرايين المحيطة بالقلب أو نسب ضيق أو ما إلى هذا، هؤلاء الناس إذا أكلوا كم من الدهون في فترة العيد؟ قال لك نلحق نخلص الخروف قبل ما يخلص علينا. طيب الناس دي احنا بنتوقع يحصل لها إيه؟ لازم هيحصل لهم مشكلة مرضية نتيجة ارتفاع نسبة الدهون، الدهون في الدم، فبالتالي ممكن تزود الضغط وتزود نسب الضيق في الشرايين، الضيق في الشرايين، وتزود كمية الدهون اللي موجودة في بلازما الدم، فترفع معدل الدهون الثلاثية وترفع معدل الكوليسترول. تمام. وبالتالي اللي بينتج عنه أعراض الخمول والصداع وزغللة الإبصار و... إلى إلى آخر قائمة الأعراض اللي حضرتك بتدرسها لنا وعارفها يعني حضرتك أستاذنا. الله يخليك. طيب الحاجة التالتة، مريض السكر، الناس اللي بتقعد تاكل هم يا جمال رز ويلا عيش ويلا فتة ويلا رقاق ويلا مش عارف ايه، احنا بنتوقع ان السكر بتاعهم يحصل له ايه؟ بيرتفع. تمام. طيب هل هؤلاء الشريحة من الناس محرومة ممنوع ان هي تمد ايديها؟ لا، هي فرصة، مش عارف ليه الفرصة دي يوم العيد، ما احنا كل يوم في لحمة وكل يوم. لا بس خد بالك، مريض السمنة او المريض اللي عنده مشكلة مزمنة لازم تبقى حضرتك عارف انه بيبقى عنده مشكله نفسيه في انه يشعر انه محروم من الممارسات الطبيعيه اللي بيعملها بقيه الناس، فبيستغل يوم العيد، فبيستغل يوم العيد علشان خلاص بقى يعني اشمعنى هي جت عليا. لا غير بقى، انت قلت كلمه حكمه، العزومات اللي بتبقى طبعا طول الاسبوع اليوم او الاسبوع بتاع العيد ما بين الاهل والاقارب والاحباب. طبعا لو ما اكلش يبقى مش عاجبه الاكل وساعتها تبقى ازمه اسريه. لا أزمة كله بياكل. في نقطه فتناها بقى في السكر بقى، وانت قلت ان اكل الدهون او اللحوم في العيد بتزود السكر شويه. أيوة صحيح. انا بس عايز اضيف لحضرتك معلومه بسيطه جدا. اتفضل يا فندم. انا كنت دخلت في بحث عالمي بيقول لك انه مريض السكر بطبيعته بيرسب كوليسترول، فما بالك بقى لما ياكل كوليسترول زياده في الايه في الدم. فعشان كده بيقول لك حتى اي مريض سكر لازم نديله ادويه الكوليسترول ولو ما عندوش كوليسترول. ده كلام مظبوط، ده بروفلاكسيس. ان احنا نحافظ على نظام الاكل نظام الصحي، الأكل وده اللي ما بيحصلش. تمام يا فندم. طيب خلينا نقول بقى، طيب الناس دي ممكن تاكل ازاي؟ هي طريقه عمل الاكل اللي هم ايه اللي قلنا عليه، مريض القلب ومريض السكر ولا اي مريض السكر، مريض الكوليسترول، كوليسترول مريض معظم الامراض المزمنه اللي بيكون بتحتاج الى قواعد خاصه في التغذيه العلاجيه. العلاجيه تمام. يجب ان هو وهو بيعمل اللحمه ما يضيفش على الدهن الحيواني اللي موجود في اللحمه، دهن الخارجي. يعني في ناس لطيفه قوي يا دكتور، بعد ما تخلص سوى اللحمه يوم محمرها، يعني ده بيحمرها بزيت او بسمنه تاني تاني علشان تبقى ممتازه وفاخره. طب ياكلها ازاي بقى؟ انا عايز اعرف ياكلها ازاي. اسمها لحمه محمره. طيب يبقى بعد ما بيضيف، يعني زودت على الكوليسترول كوليسترول، زودت على الدهون الثلاثيه دهون ثلاثيه، برافو عليك، زودت على ال دي ال اللي بيسموها لودين سلاب بروتين او دهون عاليه واطيه الكثافه الضاره، زودت عليها، زودنا عليها تاني. يبقى انا بدل ما كان بيقولوا عليها زودت عطينا بله ولا. يبقى انا بدل ما كان عندي ان انا بقاوم او عندي مشكله بتاعه الدهن الحيواني اللي موجود اللي هو حته السمين اللي موجوده في اللحمه، واقول له اعمل كذا واعمل كذا يمكن ربنا يستر وما تعملش مشكله، لا تمام، ده احنا كمان بنضيف عليها الدهون الخارجيه اللي هي زي الزيت والسمنه والزبده. الناس اللي هي بتضيف على الاكل بتاعها محتوى نشويات عالي، خد تمام. بالك النشويات غالبا مش من الحاجات المفيده لجسمنا، يعني بناكلها عشان نشبع، ولا مفيش فايده صحيه للرز، مفيش فايده صحيه للمكرونه. لا هو فيها كمان حد يا دكتور احمد اضيفها لحضرتك، ان هو ليه عامل نفسي. عارف حضرتك لما بنبدا ريجيمات مثلا زي حاجات الكيتو مثلا، كيتو دايت او الحاجات التانية، بنحرم العيان انه ياخد اي نوع من انواع النشويات. فلقوا اكتشف العلماء في احدث الابحاث في معهد التغذيه بامريكا ان النشويات في حد ذاتها بتزود ماده في المخ اسمها السيروتونين، ده اللي بيؤدي الى النشوه والسعاده، بيسموه هرمون السعاده. فقلتها مره واحده او يعني نهي عنها، بحث قدام بحث بقى، ما احنا ممكن ناخد السيروتونين لما ناخد الدارك شوكليت وناخد القهوه الشوكليت والكلام. لا على فكره انا ما جريش على المكرونه للسيروتونين والعواطف برضه والكلام الحلو وكلام الحب بيرفع السيروتونين. وفي حاجه تانية بس مش عايز اقولها قدام الساده الجماهير، لا بالموضوع هنقولها، الحشيش والسجاير بس ايه بيرفعوا لفتره مؤقته، بعد كده بيسحبوا
بيلعبوا بره نقدر نحصل على السيروتونين من اكثر من مصدر تمام. تكوين فيتامين كي اللي هو ده من الحاجات المنشطه للسيروتونين، وفيتامين كي زي ما احنا عارفين يا جماعه موجود في الخضار وفي البيت يعني موجود في حاجات كتيره قوي نقدر نحصل عليه من الحاجات الدارك الغامقة زي حبوب القهوه. القهوه تمام، طبعا مش حبوب القهوه اللي احنا مدلعينها وحاطين لها الحبه هانو ومش القهوه التركي، لا 3 في 1 يا بيه لا يا فندم كل ده كلام بالمناسبه 3 في 1 والميكس هل الشركه تزعل مننا لو قلنا ان في مشكله؟ لا بلاش اسماء بس واحنا نتكلم عن نوعيه لكن اسماء الشركات. ال 3 في 1 يا جماعه بيضاف اليه اللبن البودره، اللبن البودره او اللبن المكثف عالي البروتين. فيا جماعه لما تيجي تقول لي انا بعمل دايت او بحافظ على التغذيه الصحيه السليمه وتروح حضرتك تاخد نسكافيه بلبن بودره، ما انت لازم تبقى متوقع ان النسكافيه بتاعك ده فشل، الدايت بتاعك فشل. هل اللبن البودره من الحاجات المحبذه في الدايت؟ لا اطلاقا لا. لا ممتاز، معلومه لا. معلومه للساده الجماهير والساده المشاهدين، اللبن البودره احنا دايما حتى بنقول اي حاجات محفوظه زي الدواء بالظبط يا دكتور احمد، كل دواء سم الى ان يثبت العكس. حتى الفيتامينات بنصلح بها شيء بس بنبوظ بها حاجه ثانيه. لا يا فندم والله هو الفيتامينات حضرتك محفوظه بمواد كيماويه، لما الجسم بيبدا يتخلص منها ازاي بتاثر على الكبد والكلى. اتفضل يا دكتور. احنا ما نقدرش نقول كده على الفيتامينز لانه احنا عندنا زي ما سيادتك عارف في اللي هي المجموعه بتاعه الفيتامينات المذابه في الدهون زي فيتامين اي وفيتامين كي والمذابه في الماء. هو قال لك كل المذابه في الماء دي بتطرد الجسم بيخلص اللي مش منها بس يعني زياده. اسهل ان انا اخد فيتامين سي عباره عن كبسول ولا اخد كيوي واحده ولا حبايه جوافه ولا برتقال؟ طيب ولا ده كلام سليم. انا بتكلم عن العوده الى الطبيعه حضرتك. طيب يعني احنا اذا رجعنا للطبيعه يا جماعه وحضرتك عايز تاخد فيتامين، انت عارف حضرتك ليه بقول لك الكلام ده حضرتك؟ معليك الفتره دي فتره الكورونا وزيادة جهاز المناعة، الصيدليات شطبت من كل الأوميجا 3 والفيتامين إيه والمش عارف الفيتامين سي بدرجة الناس كان عندنا الزنك وفيتامين سي وفيتامين دي حسب البروتوكول المشهور. بعدين فتحنا بقى الفتحة دي قول لنا بقى المواد الطبيعية اللي فيها الزنك والأوميجا 3 ونسيبنا بقى من الأدوية بتاعت الصيدلية. لا احنا فضل. ما نقدرش في أي لحظة من اللحظات نقول ننكر مجهود الناس اللي بتعمل مفيش الدواء. مشكلة ناخد اذا وصف الطبيب حضرتك ما تستعبطش وتروح تاخد فيتامين تقول له انا اكلت برتقانه الكلام ده. دكتور احمد احنا دلوقتي عايزين نستقبل بعض المكالمات عشان نسمع اراء الجماهير. أيوة. معانا الاستاذ احمد من الاليوبيه. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه استاذ، كنت عاوز اسال الدكتور بس. الدكتور احمد مشعل معاك، اتفضل اساله. الاول كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك وعلى الاسره يا رب. انت طيب يا استاذ. اتفضل دكتور احمد مع حضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا يا حبيبي، اهلا بيك، اتفضل. تمام الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك بس على العيد وانت عارف بقى اكل العيد فالواحد بيتعب منه. فكنت عاوز اسال بس. طب انا عايز استاذنك اعرف نوع التعب اللي انت بتصاب بيه، ايه بتحس بايه علشان تقول انا بتعب؟ ايه الاعراض؟ مغص. طيب انا متشكر. وتعب دايما في المعده. طيب يا سيدي انا متشكر. شكرا استاذ احمد. الدكتور احمد هيرد عليك يا فندم. طيب هو الحقيقه ان زياده معدل الدهون الناس اللي بيبقى عندها حصوات مراريه زي ما سيادتك عارف بيصابوا فورا بمغص مراري بعد ما يعني هو يبقى قاعد زي الفل ورايق وما عندوش مشكله، مراته تقوم حاطه له طبق الفته ياكل المعلقتين بالسمنه بتاعت والشوربه والتسقيه اللي بقى المحمره زي ما قلت انت وزود الايه الدهون الخارجيه. ايه اللي يحصل يا دكتور؟ تقلص في القنوات المراريه طبعا. وسيادتك عارف انها حكايه مؤلمه قوي، تلاقي الالم طالع من صدرك في اللي ظهرك الله اكبر عليك وعلى الساده المشاهدين يعني ربنا يعافينا. يعني دي بتتراوح ما بين بيسموها الالام المراريه الى العاصفه المراريه اللي زي ما احنا عارفين انه دي حكايه بتبقى نتيجه التصرفات الغلط اللي احنا بنعملها والاكلات الغلط اللي احنا بناكلها. طيب انصح استاذ احمد بايه؟ ربما يكون اللي عندك ده التهاب في الجهاز الهضمي فحضرتك يعني في المعده في القولون كلام من ده، لازم هتزور دكتور جهاز هضمي على اي حال او بطنه يشوف الحاله من من الاحوال، اما انه يعمل لك سونار يطمن لك على المراره او يطمن على معدتك، لكن ده خارج نطاق تخصصي كسمنه يعني.
اعتقد يا استاذ احمد الدكتور احمد رد عليك، وانا هضيف عليك. طبيعي معظم عائلات الجهاز الهضمي والبطه بيشتغلوا بعد العيد على طول معظمهم. ليه بقى؟ ايوه في كمان حاجه اكبر من كده يا فندم، في حاجه اسمها الجاسترونترايتس كمان. طب اسهال بقى ومغص والقولون بقى يشتغل والقهوه والقوه من اكل اللحمه السمينه طبعا بطبيعتها بتعمل ايه؟ احنا كنا بنقول ايه؟ هي تصرفات غذائيه خطا بيهيفير. صح، اللي خلاك تتفادى الكوفيد هو اللي يخليك تتفادى المرارة، اللي يخليك تتفادى السمنة. هي التصرفات البشرية الخاطئة في التعامل. نرجع في الآخر ونقول تصرفات وسلوكيات في الأكل والشرب. معانا يا دكتور أحمد الأستاذة رؤية من القاهرة، اتفضلي يا أستاذة رؤية. الأول كل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد عليك وعلى الأسرة يا رب. وانت طيب بخير. اتفضلي يا أستاذة رؤية، اتفضلي سامين. لو سمحت بنتي عندها سنة وأربع شهور ولسه لغاية دلوقتي ما مشيتش. سنة واربع شهور وما مشيتش. اتأخرت في المشي. طيب لا ما تعتبرش اتأخرت يا أستاذة رقية، احنا بين طفل بنقول ان هو يقوم يعدل دماغه عند سن الاربع شهور، يقوم يقف عند سن التسع شهور، وبعدين نقول ان هو هيقوم ياخد خطوة من سنة ومن سنة لسنة وتلات اربع اشهر ياخد خطوة بس. معاك حضرتك لسن السنتين نقدرش نعتبره اتأخر عن المشي اطلاقا. اذا في اي شيء غير طبيعي يستحسن تزوري دكتور اطفال. بس اذا أنا هسألك انت شايفة ان عظم رجلها مش مظبوط او ان رجلها مش كومبليتلي مش تماما محطوطة على الارض بتشيب، في الحالة دي هتضطري انك انت تاخدي بعضك وتطلعي لدكتور الاطفال يتراجع على الصفه التشريحيه. طبعا سنه واربع شهور لما اتاخر طبعا هي اكيد راحت لدكتور اطفال. انا بس اسالك سؤال يا استاذه رؤية، سننت طلع لها اسنان؟ لازم هي بطلع معانا يا استاذه رؤية. طلع لها. طيب تمام، عندك حد في اولادك قبل كده اتاخر في المشي؟ هي اول واحده. هي اول واحده عندك. طب انت رحتي طبعا زرتي دكتور اطفال، مش هتقدري تصبري وتسيبيها كده صح؟ لا هو دي غالبا قال لك عندك نقص عندها نقص كالسيوم ولا حاجه. لان لما رحت طيب انا هقول لك على ثلاث حاجات معلومات بنعرفها. بص يا ستي، تاخر المشي مع الاطفال بيلعب فيه الدور الوراثه رقم واحد. رقم اتنين، بنشوف ثلاث علامات لو لقيتيهم في بنتك وانت قاعده في البيت روحي على دكتور اطفال، علاجها بسيط بيبقى عباره عن كالسيوم وفيتامين دي. اول علامه يا دكتور احمد بنشوف حاجه اسمها الفونتانيل، الدماغ بتاعها طري. لو مسكتي ثلاث اصابع ولقيتهم بمساحه الدماغ الطري ده بالراحه وهتدخليه بالراحه. هو كل صباع بيقفل كل ست شهور، على سنه ونص بيقفل الثلاث اصابع. هو تو ايرلي ان احنا نقول على تمام. الحاجه الثانيه في حاجه اسمها روزاري بيدز، بنشوف الايه الضلوع بتاعتها فيها زي السبحه. الحاجه الاخيره يا ريت لو لقيتها بيجيلها مثلا نزلات معويه كتير، كحه كتير، ده بيبقى عندها نقص في الكالسيوم ونقص فيتامين دي او بقولنا. ولكن زي ما قال لك الدكتور احمد يستحسن نعرض نفسنا على دكتور اطفال علشان يلحقها لك وهي صغيره دلوقتي. ممكن يديها نظام غذائي يزود لك فيها طبعا اللبن والسمك والبيض، او يديها كالسيوم وفيتامين. سنه واربع شهور. سنه واربع شهور هي دلوقتي في المعاد اللي ممكن تمشي فيه. يعني خدي وقتك، خدي وقتك وما لهوش لازمه الهستيريا، لانه احنا عندنا متلازمه مشهوره اسمها متلازمه الطفله الاولى او الطفل الاول. متلازمه الطفل الاول تلاقي ابوه وامه قاعدين ماسكين ميكروسكوب ده بتاع الدلع كله وبيتابعوا. بعد كده يقول لك اتاخر في الكلام، اتاخر في الكلام مش عارف لا دلوقتي سنتين وما بيتكلمش كلمتين، لان طبعا الدلع مع الولد بيخلي الكلام لغايه سنتين ونص خاصه الطفل الاول، بس بنبقى قلقانين عليه. احلى حاله يا استاذه رؤية عشان برضه لازم دكتور اطفال يشوف ابنك وان شاء الله يطمنك عليه، وتكون حاجه بسيطه واحتمال يكون هو ماشي كده سليم زي ما قال لك الدكتور احمد. معاك لغايه سنه وثمان شهور على ما يمشي. عندنا الاستاذه رحاب من القليوبيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاول كل سنه وحضرتك طيبه وعيد سعيد عليك وعلى الاسره كلها. رحاب مستعجله عايز تسال سؤال. استاذ رحاب قول يا رحاب. أيوه. قول فين حضرتك معاك. انا عايز اسال الدكتور على حاجه. اتفضلي الدكتور احمد مع حضرتك. انا حامل وفي الشهر الخامس وعلى طول رجلي بتوجعني باستمرار، وخصوصا من عند كعب رجلي كده، وعايز ادخل الحمام كل شويه. حاضر يا استاذ رحاب. انا مش عارف يا جماعه انا بتحسبني. طيب هقول اهو. عموما انا هساعدك يا دكتور احمد. اسعدني يا فندم، اسعدني يا فندم. بقول لك الايد الواحده ما بتسقفش. بص يا ستي، غالبا الام الحامل بيبقى عندها مشاكل في الاملاح، بيحصل زياده في الاملاح او زياده في يعني السوائل في الجسم، وده اللي بيخلي كعب الرجل يوجعك او كذا. لكن طبعا
لازم راي استشاري نساء ولازم تحليل بول نشوف القصه ايه. هساعدك انا في القصه. ارجوك ساعدني. احنا بتوع صلات باسره برضه. ساعدني طبعا. بص يا استاذ رحاب, احنا قسمنا مع الدكتور احمد اي حاجه مزمنه مع الدكتور احمد. مع الدكتور احمد برضه. طول ما العيل ما بيكبر في البطن بتزيد المشيمه بالسائل اللي حواليها, فبيزيد وزن الجسم فبيأثر على حركه الرجلين. ده رقم واحد. رقم اتنين الدكتور احمد قال لك بيبقى فيه نقص في الاملاح وفي السوائل. رقم ثلاثة لو انت من اكله اللحمه قوي بيبقى فيه زياده في حمض اليوريك اسيد يا فندم. وده احنا عشان نبقوا ماشيين صح لازم تتوزني كل اسبوع او كل فتره كل تشوف شهر. وزنك بيزيد ولا لا؟ كل شهر لازم ونعمل شهر. بعض التحاليل كيلو ونص. تمام. ونعمل بعض التحاليل. احنا عندنا فتره الحمل كلها بتزيدي من 9 ل 11 كيلو, من ضمنهم 12 اديهم كيلو زياده. 11 كفايه عليها. حاضر. بالمشيمه بالرحم بتشوفها باشا. فاعملي بعض الفحوصات. اقل حاجه ممكن تعمليها تحليل بول شامل, شوفي نسبه الاملاح, اليوريك اسيد اخباره ايه, في امورفس, في حاجه اوكزالات. رقم اتنين نعمل سيرم يوريك اسيد ونشوف نسبته. نسبه اليوريك اسيد في جسم الانسان برضه احنا هنرجعها للاستشاري بتاع امراض النساء المتابع معاه طبعا. ما دي النصيحه يعني الاخيره بقى اللي بقول لها. يعني عموما يا جماعه الاطفال ما نغيرش الدكتور, ولازم نفضل متابعين مع دكتور واحد. الدكتور بتاعنا تمام, لانه الدكتور بتاع الاطفال هو الراجل اللي بيبقى مراقب تطور هذا الطفل من ساعه ما اتولد ومسك الحاله للنهارده. رقم اتنين بتاعة النساء او الام الحامل لو سمحتي ما تغيريش الدكتور بتاعك, لان هو اللي بيبقى متابع لحالة وضع الجنين. ان لم تكن في حاجات محتاجة هايلي ادفانس يعني اكيد هو هيحولها. لا ممكن ما يحولش, بس هي طبعا دي معلومات العيان نفسه حسب الدرجة بتاعة الاخصائي استشاري يعني استاذ دكتور حسب النوعية. اذا فضل. الدكتور بتاع النساء بيبقى دائما عنده رؤية اذا محتاج تحليل كوليسترول او محتاج سونار خماسي, سوري تحليل بول او سونار خماسي الابعاد او سداسي الابعاد او رباعي الابعاد. حاليا هو رباعي الابعاد اللي بيسموه 4 دي سكان, وده طبعا هيبين اي حاجه منه. بيبين. طب احنا بس وطبعا. مش عايزين نطول على المدام رحاب ان شاء الله. زي ما قالك الدكتور احمد نتابع مع دكتور نساء ولاد المتابع معاكي مع بعض الفحوصات اللي انا قلتها لك والنصايح. تزودي من شرب الميه تغسل السوائل. دايما بيقول لك على جبي على اقوام يغسلون وجوههم ولا يغسلون امعاءهم وكلاهم بالميه. دي اسمها ديتوكس. تمام. الديتوكس يعني خليني باخد حاجه ليها علاقه بالتغذيه من كلامك. تمام. الديتوكس يا دكتور احمد. ديتوكس اكسلنت يا فندم. صح كلام حضرتك صح. الديتوكس. الديتوكس ده يا جماعه بيحصل بالميه, بيحصل بالعصائر الطبيعيه, بيحصل بالخضروات, بيحصل بان احنا ندخل كم كبير من الفيتامينز. وهرجع بقى للنقطه اللي كان قبل ما يكون عندنا تليفون واقول ايه هي مشكله الفيتامينز اذا حصل لك. طب انا بس بستاذنك هنكمل بعد ام طارق قاعده معانا على التليفون. يلا يلا ام طارق من القاهره اتفضلي يا فندم. يا ام طارق معلش اقفلي التلفزيون واسمعينا من التليفون. اقفلي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون افضل يا ام طارق. مش سامعينك يا ام طارق. ام طارق اتكلمي من التليفون لو تكرمتي. ام طارق. طيب نرجع لدكتور احمد لغايه ما ام طارق تتابع معانا بس عشان نقدر نسمعها من التليفون. طيب اتفضل يا فندم. اذا حصل نقص في الفيتامين فعلا زي مثلا نقص فيتامين دي, واحنا عارفين ان نقص فيتامين دي ده بيأثر على الكولاجين, بيأثر على الكالسيوم, بيأثر على الحاله النفسيه. طب عايزين برد ما دام بيأثر يبقى نقول الاعراض اللي ممكن تظهر على العيان. احنا بنقول اهو هيحصل عندنا مشاكل في دخول الكالسيوم الى العظم. تمام. هتقولي طيب يعني ايه علاقة الكالسيوم بالعظم بفيتامين دي؟ فيتامين دي هو المنظم الرئيسي لعملية التكلس العظمي. هستأذنك نكمل نقص فيتامين دي لما نشوف الاستاذ محمد احمد معانا. يلا. من اسيوط. طبعا انا ما اقدرش الا اسيوط دي بالذات تعرف. حبايبنا فضل استاذ محمد. يا استاذ محمد وطي صوت حضرتك لو تكرمت الاول. كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك وعلى الاسره. وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون عشان نسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حال يا دكتور؟ يا اهلا بيك يا استاذ محمد. كده الصوت حلو ومنور واصوات منوره معانا. والله انا احبك يا دكتور, والله متابعك على طول والله يا دكتور. الله يبارك فيك. والدكتور احمد من الناس اللي بسم الله ما شاء الله على القيمه والقامه والهامه, وبروفيسوري علاج السمنه في مصر كلها يعني. اتفضل. وانت من كاش والله يا دكتور. الله يخليك يا حبيبي الله يسلمك. انا عاوز وصفه للتسميم.
وصفه طب مش تقول لنا وزنك قد ايه وطولك قد ايه والدكتور احمد هيقول لك؟ انا وزني 45 وطولي 165. وسنك قد ايه؟ سني 23 سنة. 23 سنة. انت بتشتغل ايه؟ بشتغل عامل. طب حبيبي انت عملت اي فحوصات او بتشتكي من اي امراض مزمنة؟ لا دكتور انا عندي بس شرخ شرجي طيب اسمع الدكتور احمد هيجاوبك يا استاذ محمد. كل سنه وحضرتك طيب. ودكتور احمد ده عايز ده نحافه يعتبر 45 كيلو وطوله 165 وسنه 23 سنه. طيب اسمع الدكتور اسمعني من اسمع الدكتور يا احمد مشعل هيجاوبك. اقفل واسمعني. اتفضل يا فندم. بص يا جميل طب احنا ممكن نرتب الاسئله نخلص اجابه فيتامين دي ونكمل وصفه للاستاذ محمد بتاعتك. اتفضل دكتور احمد. هو لا يزال موجود على الخط اذا انت عايز تجاوبه. اسمع يا دكتور اسمع يا استاذ محمد الدكتور احمد هيجاوبك حالا ان شاء الله. اتفضل يا فندم. بص يا سيدي فيتامين دي زي ما اتفقنا كده هو بيخش في تكوين الكولاجين يعني مسؤول عن حاجات مهمة. لغايه هتقولي يعني ايه بيأثر على الكالسيوم في الجسم. بيزود بيحسن عمليه التكلس او هو بيتحكم في تنظيم عمليه تكلس العظام. تمام. عشان كده يمكن احنا بنقول ما نشربش اللبن الخالي من الدسم لان فيتامين دي بيدوب فين؟ في الدسم في الدسم في الدهن. تمام خلاص. فما بنستفدش قوي من فيتامين دي اللي هو الغير مذاب في الدهون. خلاص. الساده المشاهدين عايز يعرفوا من حضرتك اكتر غذاء موجود فيه فيتامين دي ايه؟ كل اللي في حاجات اللي فيها كالسيوم. زي ايه قولها حضرتك. وطبعا زي لازم تبقى عارف ان الفيتامين دي نوع من انواع الفوتولايت فيتامين. فوتولايت فيتامين يعني احنا يا جماعه بناخد فيتامين دي من التعرض للشمس الشمس. في الاوقات الغير حارقه اللي هو يعني الصبح بدري جدا ياريت مثلا الساعة 7 الساعة 8 مع طلوع الشمس اللي هي الخفيفة عشان بتبقى لسه كمان فيها الأشعة البنفسجية ما بقتش عمودية علينا. أيوة. فنقدر نقف شوية في البلكونة نقف نتمشى شوية. الناس اللي دلوقتي موجودين على الشواطئ أو بيصيفوا أو بينتهزوا فرصة الأجازة ويروحوا النادي الحمد لله الدنيا فتحت شوية بقى. تمام منين؟ نقدر إن احنا نتمشى شويه وناخد جزء من اشعه. انا قلت لك في البدايه دكتور احمد الحلقه شكلها دسمه شويه بس يا رب نكونوا خفيف الظل خالين من الكوليسترول على الساده المشاهدين. معانا الاستاذ محمد سؤال ما انا بقاطع مش مكتوب له يكبر ما انا بقاطع حضرتك علشان خاطر الاسئله بتاعت الساده المشاهدين. استاذ محمد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك وعلى الاسره يا رب. وانت كمان يا استاذ. اتفضل يا فندم. كان عندي المريض بتاعتي كنت عاوزه تعرف اكتر فيتامين ايه يناسب لها في الحمل بتاعها هي في الشهر الخامس. تمام. ده خارج تخصص الجميع يا فندم. نرجع للدكتور المتابع للحاله متابع واللي الحاله هو اللي ممكن يتابعك. هي متابعه مع دكتورين. تمام. والدكتور الاولاني اللي هي بتتابع معاه بيكتب لها على علاج كتير وبرضه ما فيش فايده والدكتور الثاني مثلا ممكن يكتب لها على علاج بتاخد منه بس برضه مفعوله بطيء. طب معلش انا عايز اعرف ايه هي الاعراض اللي حضرتك بتشتكي منها وعايز لها حل سريع. طب ثواني انا هديك المدام وهي تقول لك. المدام هي حامل في الشهر الخامس. مراته حامل في الشهر الخامس وعنده اصل ده بيختلف من شخص لاخر. اتفضلي يا مدام. ايه المشكله اللي بتحس بيها؟ يعني في اوقات كتيرة بفضل لحد يعني في الخامس دوت ارجع ومغص دايما باستمرار. والضوع وحاجات كتيرة والله. طب بصي هو ده اول حمل؟ اول حمل. انا لسه ما كملتش 20 سنة وعلى اول حمل جاي لي بنوم وبهمدان وببقى مش قادرة اقوم من مكاني. طيب. وعايزة انام كده اصحى من النوم. انت بتزوري دكتور النساء بتاعك عمل لك تحليل صورة دم كاملة عمل لك التحاليل بتاعتك عموما؟ طب ولقى ايه؟ الدكتور اللي انا كنت متابع معاه عمل لي التحاليل شامله. طب ولقيتي ايه؟ التحاليل طمنين على تحاليلك يعني النتائج اخبارها ايه؟ كويس. والمفروض ان يبقى في حقنه بتتاخد بعد الولاده. قال لي الحمد لله ان انا مش هاخدها. طيب ده الدكتور اللي انا متابع معاه. بس الدكتور اللي انا جايبه منه نتيجه التحاليل قال لنا اللي هي فيها انيميا واملاح. بس الدكتور اللي انا متابع معاه ما قالليش الكلام ده. فاكره رقم الانيميا بتاعتك؟ الهيموجلوبين مثلا. ما هو ده الدكتور بتاع نتيجه التحليل. انما الدكتور الاساسي اللي ده تبع معاه ما قالليش ان انا عندي حاجه. قال لي التحليل كويس. لا يجوز لدكتور التحاليل انه يفتي يا فندم في التحليل بتاعك. لازم ترجع للدكتور الاستشاري المتابع للحاله لان هو الادرى بالنتيجه.
ربما بتاع التحليل بيدور على المثالي وده مش اللي هو اللي انت محتاجاه اصلا. تمام يا دكتور احمد، يا ريت يا حضرتك احسن اللي هيفيدوكي اكتر، احنا هنا خاصين باكل اللحمه وخاصين النهارده بالسمنه وعلاج السمنه، ترجع لدكتور النساء مش اي دكتور تاني، يشوفك تاني وشوف التحاليل هو اللي يقرر تاخدي علاج او لا، لان هو عارف النساء يعني بالصحه بتاعتك. انتوا مالكوش علاقه بده؟ لا خليني اقول لك برضو انه ربما يكون انت برضو مثلا عندك مشكله في المعده، ممكن يكون عندك الرحم وجع لك معدتك شويه، لما بيعلى حبه بيقفل المعده بيضغط على القولون بيضغط على المعده اغلب الوقت بتبقى الام معدتها حساسه حبتين، فبيكون عندها ميول للقيء. يعني احنا لو زودنا حبتين في شرب اللبن، اكلنا موز، لان الموز والبطاطس من الحاجات الظريفه جدا اللي بتقلل مشاكل المعده الحموضه والمعده والحموضه. موضوع الصداع المستمر، الصداع المستمر دكتور النساء شوف الضغط اخباره ايه، لا وممكن يكون ناتج برضو عن التهاب المعده. التهاب المعده ماشي. وارد. هقول لك يا دكتور، هو عادي ان انا لو شفت حاجه ساقعه؟ مش في كل الناس عادي، لان بعض الناس زي ما قلنا بيبقى عندهم مشاكل املاح فما نقدرش نقول لك اشربي حاجه ساقعه لاننا مش شايفين تحاليلك. ده تخصص دقيق جدا ولازم الدكتور متابع. نعم لو سيفن بصي، هو التعامل مع الصودا كل واحد، التعامل مع الصودا احنا ما بنتعاملش سيفن زي البيبسي زي ما بنتعاملش مع السكر او بنتعامل مع اللون، احنا بنتعامل مع النوعية. الماده الفواره الفعالة. الماده الغازيه، هذه الماده الغازيه اللي هي فيها الصودا بعض الاحيان بتبقى فيها مشاكل مع الام الحامل او الناس اللي يعني عندها يعني. دكتور الحاجه الساقعه اصلا غلط كمان على الاملاح؟ امال طبعا. طيب بصي يا اختي، احنا طبعا عشان تستفيدي اكتر، شكرا على سؤالك، يا ريت نرجع تاني لدكتور النساء الولاده، هو ادرى بيكي وبحالتك، هيعمل لك سونار، هيعمل لك تحاليل، هيكشف عليكي، هيشوف السبب ايه. شكرا يا زوجة محمد انهم ودونا اسم محمد ومعانا برضه واحد تاني الاستاذ محمد. يا دكتور احمد ربنا يزوجك. اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد وعليكم السلام، اتفضل. طيب محمد فصل، هيرجع يكلمنا تاني ان شاء الله. ندخل على فيتامين دي عشان شكله مكتوب. خليني اقول فيتامين دي الجزء المهم عشان الناس اللي سالت. انا النهارده ملاحظ ان في اسئله كتير قوي على موضوع الحمل وتغذيه الحوامل. تغذيه الحوامل يا جماعه دي علم كبير جدا، احنا بنقسم الحمل الى ثلاث مراحل. نلحق بس ام محمد معانا على التليفون، اتفضلي يا ام محمد. ام محمد وعليكم السلام وبركاته، كل سنه وحضرتك طيبه، اتفضلي يا فندم. وانت طيب وحضرتك طيب يا دكتور، حضرتك طيب وفينا يا رب. الله يخليك. سمحت يا دكتور، انا كنت عايز اسال، انا عملت دايت كذا مره بس ما بخسش، ما بعرفش اواكب على الدايت عشان ايه اكمل. استاذنك سنك قد ايه؟ سنك قد ايه ووزنك كام وطولك كام؟ طولي 90 ووزني 160. عملتي اي تحاليل قريب؟ طمنتي على الغده الدرقيه؟ طمنتي على الكوليسترول؟ انا لما يعني مش عارفه اعمل دايت خالص يا دكتور، جربت كل حاجه. مش عارفه تعملي دايت علشان انت بتحبي الاكل ولا بتعملي دايت وما بتخسيش؟ اسمعي الدكتور احمد، بتحبي الاكل ولا بتعملي دايت وما بتخسيش؟ لا انا بحب الاكل. بتحبي الاكل؟ طيب يا حبيبتي ارد، احنا الناس انها قد ايه سنك؟ قد ايه؟ مش عارفه اعمل دايت خالص. حاضر. سنك كام يا ام محمد؟ عندي 32 سنه. 32 سنه وزنها 90 وطولها 160. شكرا يا ام محمد على شكرا ام محمد على سؤالك، ان شاء الله هناخد باقي الاتصالات يا دكتور احمد. معلش ما انا قلت لك الحلقه دسمه النهارده. الاستاذه منى، اتفضلي يا استاذه منى مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم دكتور احمد؟ الدكتور احمد معاك، اتفضلي. سمحت يا دكتور، انا وزني 50. وطولك كام يا منى؟ 158. 158 وسنك قد ايه؟ 23. عملتي اي تحاليل قريب؟ لا ما كانش في عندك اي ازمات صحيه؟ ما زرتيش دكاتره قريب؟ الحمد لله. لا كله تمام. كله تمام. في عندنا اي مشاكل في المعده؟ لا. طيب والقولون مظبوط؟ لا. طيب مدام ولا انسه؟ مدام ولا انسه؟ لا انسه. طيب عايزه حاجه رجعت وزني. حاضر عيني. الدكتور احمد هيجاوبك عشان برضه معانا نفس السؤال لمحمد 23 سنه اللي وزنه 45. دكتور احمد احنا بقولت لك الحلقه دي يلا بينا. معانا استاذه وفاء، اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيبه وعيد سعيد طيب عليك. وانت طيب. الله يخليك. اتفضلي. انا عندي 52 سنه. تمام. ومريض السكر. شفاك الله وعافاك. وضغط وغده. غده درقيه؟ طب قولي لي الغده الدرقيه بتاعتك اخر تحاليل مع الادويه اتظبطت ولا لا تزال زي ما هي؟ لا كسوله مش شغاله. كسل. ايوه يعني اتحسن التحليل بيتحسن مع الادويه ولا لا يزال الموضوع مش مظبوط؟ لا مظبوط مظبوط مظبوط. طب وزنك كام وطولك كام يا مدام وفاء؟ هي سنها 52 سكر. وزني 75. والطول؟ وطولي انا طويله 176 كده. 176. طب لا ده كتير قوي كده. طويله 176. طيب خاطر الطول عزوه يا دكتور احمد. ومال انت عايزه تزودي وزنك شويه ولا عايزه تخسي؟ لا انا كل خساسان ما عدا بطني بس. عايزه تقلل بطني عشان الصوت. تعالى. طيب بس احنا بناخد انسولين؟ لا باخد برشام. برشام. طيب ماشي الحال. هرد على حضرتك. طب دكتور احمد هيرد عليك يا مدام وفاء. كل سنه وحضرتك طيبه. يبقى احنا عندنا بقى عايزين نخش. بقول لك يا دكتور بس في حاجه دلوقتي. ايه؟ اتفضلي. خير. انا مش بنظم السكر كل ما مش بتنظم السكر طبعا ضعف عضلات. كل ما اخد علاج السكر مره يبقى عالي قوي 370 450. طب فاكره السكر التراكمي بتاعك 9.8؟ لا ده عالي جدا. يا خبر عالي. طب حضرتك متابعه مع دكتور سكر ولا لا؟ متابعه. طب الدكتور السكر المفروض يظبط لك الحاجات دي. يجي لي اسهال. طيب خليني طيب. ارد على حضرتك. هنجاوبك ان شاء الله مدام وفاء. احنا عارفين وامشي الاقي سكر مظبوط. يعني انت من غير العلاج السكر بيتظبط؟ اما بمشي واعمل مجهود. طيب شكرا يا مدام وفاء. ان شاء الله انتظر الاجابه من الدكتور احمد دلوقتي بعد ما نخلص. معانا كمان الدكتور احمد. ام بسمه اتفضلي. ام بسمه. يلا ام بسمه. ام بسمه فصلت السكه. طيب ندخل يا دكتور احمد عايزين نجاوب. عندنا بس الاول موضوع الحمل. ناخدهم واحده واحده. الناس اللي سالت على الحمل كتير. احنا عندنا ثلاث مراحل في الحمل. المرحله الاولى كل 3 اشهر بنخش في مرحله. في مرحله بيبقى في عندنا تكوين الجهاز العظمي دي بيسموها فيرست تريمستر سكند تريمستر ثيرد تريمستر. تمام. احنا مش عايزين نطول في الحته دي لسببين. عايزين بقى نخش على النحافه اللي عايز يزود وزنه. منى ومحمد في الاول. اتفضل يا فندم. اتفضل. اللي كنت بقوله ان احنا في كل مرحله من مراحل الحمل احنا بنكون جزء معين من الجنين. تمام. احنا بيبقى مهم قوي ان احنا نزود في الاكلات اللي بيبقى فيها اوميجا 3 زي السمك زي التونه. لازم ندخل عنصر من العناصر اللي بيبقى فيها الفيتامينز والمواد المضاده للاكسده اللي بتبقى موجوده في الخضروات بتبقى موجوده في الفواكه. نجري بعيد خالص عن يعني نشوف الحاجات دي. نهرب عن الحاجات اللي بتسبب زياده الوزن بدون مبرر زي العيش زي الرز زي زياده السكر الابيض. يا ريت نغير السكر الابيض بالعسل الابيض. العسل الابيض ده مضاد حيوي طبيعي وفيه كميه. استاذنك يا دكتور احمد مش عايز اقطعك والله عايز اكمل بس اعمل ايه؟ انت عارف قلت لك الحلقه دسمه. حاضر يا فندم. مش احنا النهارده كان لحمه ضاني والفته وكده دسمه. ام طارق كل سنه وحضرتك طيبه. اتفضلي يا فندم. انا دكتور انت حضرتك الوجيه وكل اللي مصر كلها. لا ام طارق اتفضلي. الو اكلم الدكتور. اتفضلي. انا معاك. اتفضلي معاك الدكتور احمد. دكتور انا عندي 56 سنه وعندي التهاب في وسط رجلي وعندي رجلي فيها 7 اطفال ورجلي الثانيه الوسطى الدنيا بايظه صار عايز اغير وطولي 160 ووزني 105 وخدت علاج عن طريق مش عارف ايه الشركه اللي هي اونلاين دي بتاع الاسنان. انا مش مفسر. اخدت علاج تعملي ايه؟ علاج من الاونلاين من الحاجات اللي بتتباع في الاونلاين. اتفضلي يا ام طارق. اتفضلي. حصل لك ايه بعدين؟ ما اعرفش اسامي الدواء يعني. انا بوسد نفسه وعلاج تاني زي توت كيري ونقط وحاجات كده. ما عايز اخس تاني ومش عارفه وحرقت النسبه في الفرن. طب انت جبتي نتائج على العلاج الاونلاين ولا ما جبتيش نتائج؟ ما عرفتش تخس سريعا. ما عرفتش تخس. طيب وبعدين قلت انا مش بقدر حرقت بسيطه هيجاوبك الدكتور احمد ان شاء الله بقى. ماشي يا ام طارق. هيجاوبك الدكتور احمد. اسماعيل اسماعيل اسمع هي بس بتقول ايه في الاخر. بتقول ايه يا ام طارق؟ ابعدي بس بقك عن السماعه شويه. السماعه شويه. الصوت مش الصوت مش واضح. قولي يا ام طارق بس بالراحه. اتكلمي بالراحه.
فصلت ام طارق خلاص. اتفضل يا دكتور احمد عشان احنا الوقت قدامنا قرب فعايزين نجاوب الاسئله بتاعت الناس. اتفضل. خلاص احنا كده خلصنا موضوع. لا لسه احنا عايزين نكمل بقى. اتفضل. يبقى احنا خلصنا موضوع الحمل. القصه كلها ان احنا نبعد عن الحاجات الحادقه، الحاجات الحراقه، الحاجات اللي بتسبب زياده في معدل الاملاح، نزود في الفواكه، نزود في الخضار، نزود في العصائر الفريش، نعمل حسابنا في الاوميجا 3 اللي بيساهم بشكل كبير جدا في تكوين الجهاز العصبي للطفل، نزود في الحديد اللي بيساهم بشكل كبير برضو في تكوين الدوره الدمويه للام والطفل. تمام. طيب فضل. احنا كده قفلنا موضوع خلصنا موضوع الايه الحمل والكلام. ندخل على موضوع النحافه. رقم 2 سالونا على موضوع اللي النحافه، عندهم مشاكل نحافه او مشاكل نقص للوزن. يا جماعه الموضوع بتاع نقص الوزن ده غير موضوع زياده الوزن. انا لما بيجي لي واحد تلخين جايز يكون بيلخبط، تمام، جايز يكون بياكل اكل مش ولا بد، جايز يكون راجل بروطه قاعد طول الوقت على الكرسي ما اتحركش، انما النحافه تعتبر عرض. انا مضطر غصب عني بس اقول لك معانا ام محمد كمان معانا. اتفضلي يا ام محمد. عايز نقفل بعد كده المكالمات؟ لا 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 خالص. ام محمد اتفضلي يا ام محمد. هما بقى لو يدونا وقت زياده يا دكتور ده موضوع تاني. قطعت ام محمد. طيب. كمل يا دكتور احمد. يبقى احنا بنقول ان النحافه هي عباره عن عرض وليست مرض. مرض. تمام يا فندم. انا ما عنديش حد مريض بالنحافه، انا عندي حد عنده مشاكل من اعراضها النحافه. خلاص. قد تنقسم الاعراض الى مجموعه من الناس عندهم نقص في الفيتامين زي نقص في الحديد، نقص في البي 12، نقص في مشكله في الجهاز الهضمي، جايز تكون البكتيريا الحلزونيه، جايز يكون ديدان، جايز يكون عندي مشاكل التهاب المعده والقولون اللي هو الريتابل باول سيندروم، جايز يكون هذا الراجل ما بياكلش بطريقه صحيحه. الناس الفيجيتيريان، الناس اللي بتحب تاكل خضار بس، الناس اللي بتعتمد في تناولها على البروتين بس، يعني ما بياكلوش بطريقه متوازنه، الناس اللي عندها مشاكل نفسيه زي عم محمد اللي كلمني من اسيوط عنده شرخ شرجي، فالراجل ده بيخاف انه ياكل علشان بيخاف يخش الحمام عشان ما يتألمش. عشان الالم وتألم. في ناس تانية بيحصل لها نحافه. نعمل له ايه يا دكتور احمد؟ انا هقول لحضرتك حاجه. فضل. انا بس خليني الم قصه النحافه كده. تمام. طيب اللي بيشتكي من النحافه ده رقم واحد ما يعتبرش نفسه مريض بنقص الوزن، يعتبر نفسه عنده مشكله هو مش عارفها ودته الى نقص الوزن. يبقى رقم واحد اعرف انا ايه مشكلتي، لان احنا بناكل يا جماعه بالفطره وبنتنفس بالفطره وبنشرب بالفطره، محدش يقدر يقطع الاكل يا دكتور. تمام. الشعور احنا عندنا زي ما سيادتك عارف في جزء في المخ بيقيس معدل سكر الدم، لما بيقل معدل سكر الدم بيروح المخ باعت في 12 اشاره تنزل، في 12 اشاره من حته اسمها هايبوثالاموس بتبعت لك اشاره يقول لها يا معده لو سمحتي حسسي الراجل ده ان انت بتقرصيه وبتاكلي عليه عشان يقوم ياكل، يقوم الراجل يحس بهانجر بين كده. ايوه. يقوم داخل على المطبخ او متصل بالتليفون بالجماعه بتاع الدليفري يجيبوا الاكل. اذا دي عمليه فطريه لا ليس بيدك ان تقطعها، ليس بيدك أن توقف في التنفس، ليس بيدك أن تشعر بالعطش ولا تشرب، وليس بيدك أن لا تأكل. طبعا مسألة عدم الأكل دي بتدمر أجهزة الجسم الكبيرة إذا حصل. يعني الناس اللي حصل حد يقول لي إيه؟ طب ما دكتور في ناس بتضرب عن الطعام، دول بيصابوا بتدمير في أجهزة الجسم الكبرى. إذا كبد بيتدمر، طحال فطبعا لا هتلاقي ده بيأكل بس عنده مشكلة في الاستخدام بتاع الأكل أو حجم الوجبة ضعيف. فالناس اللي عندها مشكله في حجم الوجبه ضعيف جايز يكون هذا الشخص يا جماعه بياكل ما بيستفدش من اكله يا دكتور، عنده ديدان، عنده بكتيريا حلزونيه. وسيادتك عارف ان البكتيريا الحلزونيه من اهم المشاكل اللي بتصيب مريض النحافه. جايز يكون زي ما قلنا ما بياكلش صح، بياكل بس الراجل ده اقرب حاجه ليه هو قاعد في شغله الكشري، فالمحتوى بتاع اكله كله نشويات، يجي سيادتك جسمه عايز فيتامينز، مفيش، هو عنده سكر، عنده نشويات. ده بيسموه التوازن الغذائي حسب الهرم الغذائي دكتور احمد. طيب. حسب الهرم. ما هو الحل؟ احنا عايزين الحل. الحل ما هو هذا الحل؟ الحل ان احنا على طول رقم واحد بعمل التحليلات الطبيه اللازمه سريعا. التحليلات الطبيه اللازمه لازم يكون في عندنا تحليل براز نطمن على ان ما فيش عسر هضم، ما عندناش طفيليات بتسبب مشاكل في المعده. رقم 2 بنعمل تحليل صورة الدم، وده التحليل المبدئي علشان نعرف هل هذا الجسم فيه كم من الحديد، فيه كم من الفيريتين. رقم 3 بنعمل تحليل للبول نطمن ان ما عندناش كم من الاملاح اللي بيوقف او الصديد او البكتيريا اللي بتسبب مشاكل فيه. طيب بعد ما بنخلص هذا الكلام بيجي للراجل ده علشان نعمل له ممكن نعمله كمان حاجه زي TSH والفريتي فور اللي ممكن تؤثر بعض شيء المشاكل بتاعه الغده الدرقيه والمشاكل النفسيه دي. انا جاي لها بس اخلص الحته بتاعه الشخص الطبيعي اللي عنده مشكله. طيب الشخص الطبيعي اللي هو عنده انيميا او عنده طفيليات او عنده كم من الاملاح او الصديد زي ما سيادتك كنت بتقول،
هذا الراجل بندور على الحاجة اللي ناقصه وبنعمله تصميم لبرنامج غذائي متوازن على قد حالته المادية. تمام. على قد حالته المادية. تمام. عشان تمام. انا بشوف دكاترة كاتبين كبدة، ما هو في ناس ما عندهاش فلوس تشتري كبده كل يوم، كبده كل يوم مش كبيره، صح يعني، صح، صح. ياكل كبده كتير، فيبقى في بدائل للاكل، البدائل بتاعه الكبده يا جماعه، ثلاث تمرات الصبح، ثلاث تمرات الصبح، التمر فيه رسول عليه الصلاه والسلام اوصى بالتمر ليه؟ سكر جاهز فورا، فركتوز بيمتص عن طريق فورا. برضه اضطر اقطعك، قلت لك الحلقه دسبه. معانا حبيبه، اتفضلي يا استاذه حبيبه. استاذه حبيبه، استاذه حبيبه، طب كلمينا تاني يا استاذه حبيبه، يبدو الاتصال انقطع. اتفضل يا دكتور. احنا كنا بنقول التمر فيه سكر، ثلاث تمرات قلت فيه سكر فركتوز بيمتص على طول، بديل الكبده، في الحديد وفي الكالسيوم، وده بديل للكبده، البديل الرخيص للكبده. ايه تاني؟ في عندنا الرمان في كم كبير جدا. في رمان دلوقتي؟ في رمان دلوقتي، في عصير رمان، في عصير رمان، صح، تمام التمام. نقدر نشرب عصير رمان زي ما نقدر نشرب عصير، عشان في ناس ما بتحبش التمر يا جماعه، اضربوه باللبن في الخلاط هتحصل على برضو رمان. بعد كده في ايه تالت؟ في عندنا الخضروات، والخضروات مصدر رئيسي للحديد، زي السبانخ، زي طبق السلطه تقدر تاخد منه حديد وتاخد منه فيتامين اي واي واتش، ودي الحاجات المهمه، والمعادن كامله، المعادن بتاعتنا. حلو جدا. طيب الراجل بقى اللي عنده مشكله نفسيه ان هو خايف يشعر بالالم فبطل اكل، رقم واحد ادور يعالج الشرخ الشرجي، لازم اعالج الشرخ الشرجي، اروح للجراح بيديني نوع من انواع الكريمات اللي بتتحط على الشرخ الشرجي، و بيبقى عمليه دخول الحمام والتخلص من الفضلات اقل الما، فبالتالي انا هقولها للساده المشاهدين، عندنا بعض الكريمات بقى اللي ممكن نستخدمها في الشرخ الشرجي او البواسير الاوليه مش الثانويه. رقم واحد ممكن نستخدم حاجه اسمها بروكتوسيديل، بروكتوجليفينول، في حاجه اسمها فاكتو، دي فيها ماده اسمها لجنوكاين بتخفف الالم شويه مع الميه الدافيه، وبناخد حاجه معاها دكتور احمد حاجه للانيروب عشان الاتشنج اللي بيزود الانيروب، اللي هي البكتيريا اللاهوائيه زي الفيلاجيل او فلوفيرمال، ونعمل تحليل براز لو كان عنده ديدان او طفيلات ممكن نعالجها. والحاجه الثانيه بنحاول نعالج لو في امساك، لان الامساك من ضمن اسباب الشرخ الشرجي، بنعالج الامساك مهم جدا، بالبيكولاكس، بالاجيولاكس، بالحاجات الكتيره دي، وبنظبط القولون بتاعنا بحاجه زي الجاست ريجولر. برده النهارده يومنا جميل ويوم حلو وسعيد بيك. معانا الاستاذه سلوى، اتفضلي يا استاذه سلوى. استاذه سلوى، استاذه سلوى معانا، ام حبيبه رجعت لنا تاني. ام حبيبه، ام باسم. ايوه، ام باسم ولا ام حبيبه؟ ام باسم. أم بدري، أهلا بيك، يا مرحب، كل سنة وحضرتك طيبة وعيد سعيد عليك وعلى بسمة وعلى الأسرة كلها. تفضلي اسألي الدكتور أحمد معاك. أي يا فندم. تفضلي يا أم بسمة. أنا حاسة بجسمي كله انتفاخ ومعدتي بتوجعني. عندك انتفاخ ومعدتك وجعاك. طيب ده عرض جديد ولا الحكاية دي بقى لها مدة؟ كده تعب. الموضوع ده جديد ولا الموضوع بقى له مدة؟ لا يعني كل ايام كده وانا ماشي احس بتعب شده كده في مفاصل، تعب شده يعني اتعب خالص ومعدتي مش مستحمله. عندك كام سنه يا حاجه؟ وعندك سكر او ضغط ولا حاجه؟ عندي الضغط وبس عندي دهون على الكبد. عندك كام سنه يا حاجه؟ دهون على الكبد والضغط. عندي 36. 36 صغيره على الضغط. طيب ايه المشكله معاكي غير الانتفاخ وعن الالم في معدتك؟ في حاجه تانية غير كده؟ وزنك تقيل شويه؟ اه طبعا، طالما في دهون على كم بس. ايوه. وزنك عندك وزن زياده ولا حاجه؟ لا، وزن 90. وزن 90 كتير. زياده يا فندم. طيب اسمعي الدكتور احمد. طيب اسمعي الدكتور احمد، اتفضل. طيب احنا كنا الجزء الاخير من بتوع النحافه، الغده الدرقيه. الغده الدرقيه في لازم نروح لدكتور متخصص في الغده. احنا قلنا الحاله النفسيه زي بتاع الشرخ الشرجي، بعد كده هنتكلم عن يعني الحاله النفسيه. تمام. اذا كان بيشعر بالم مع الاكل او الم في معدته، او في ناس بتبقى خايفه من زياده الوزن خصوصا اللي عمل دايت وخايف يرجع تاني، هو يرجع يتخن. لو في حاجه تانيه عندنا كنا بندرسها اسمها مود اند فود، حالات البوليميا نيرفوزا والانوركسيا نيرفوزا، اللي هي الناس اللي بيحاول يعمل موديلز لممثله معينه فبيدخل في كاشيكسيا، بعد كده ما يعرفش يرجع لوزنه الطبيعي مره تاني. وده يعتبر نوع من انواع الايه، امراض النفسيه يا دكتور احمد، اللي بتاثر في الوزن بتبقى نتيجه مشاكل نفسيه. اذا انت اطمنت عضويا ان انت ما عندكش مشاكل، شايف انك انت بتاخد كل الاكل الطبيعي وعلى الرغم من كده وزنك برضو بيقل، في الحاله دي لازم هنعمل
ده هيبقى معانا دكتور امراض نفسيه يخرجنا من الحاله. وعلى فكره يا جماعه، انك انت تزور دكتور امراض نفسيه علشان تظبط اكلك، انا شخصيا بعت بعض العيانين بتوعي الزايدين في الوزن لدكتور امراض نفسيه. في منهم واحد ظريف قوي قال لي يا دكتور انا ما اقدرش اعدي من قدام محله ما اخش اكل. طب عندنا حبيبه رجعت تاني، اتفضلي يا استاذه حبيبه. استاذه حبيبه اتفضلي يا فندم. الو. ايوه معاك يا حاجه حبيبه اتفضلي. ايوه دكتور لا انا مش سامع. وطي وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون يا حاجه حبيبه. قولي بالراحه، قولي بالراحه. الو اتفضلي سامعينك يا حاجه حبيبه اتفضلي. ايوه بقى مش عارف حاجه الزوج الوزن، انا كنت غليظه ويعني وخسيت. كانت خينه. يعني انت عايزه حاجه تزود الوزن؟ ايوه. معلش اسمع شكرا يا حاجه حبيبه، معاكي الدكتور احمد هو بيتكلم دلوقتي على زياده الوزن، فاسمعي الدكتور احمد. طيب. معانا يلا اتفضل دكتور احمد. يبقى احنا كنا بنقول انه انا بعت ناس زايدين في الوزن لدكتور امراض نفسيه، وبعت ناس قليلين في الوزن لدكتور امراض نفسيه. يا جماعه الاختلال النفسي المتعلق بالتغذيه ده شيء مشهور، ان حد كل دكتور احمد انا مش عارف الانترابشن ده معاك، لكن ده معناها ان الحلقه ناجحه قوي. معانا اتصال، اتفضل يا فندم مين بيتصل؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام محمد، وطي التلفزيون واسمعينا حضرتك بالتليفون الاول. كل سنه وحضرتك طيبه وعيد سعيد عليك يا رب. الو ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا مرحبا. اتفضلي. كل سنه حضرتك طيب وحضرتك بصحه وسلامه. اهلا بيك. بقول لحضرتك يا دكتور انا وزني 100 كيلو وطولي 160. تمام. سنك قد ايه؟ سنك قد ايه؟ طولي 160. السن يا فندم؟ 35. طيب احنا عندنا حمل، عندنا ولاده. ولدتي وحملتي قبل كده؟ لا يا دكتور اولادي كتير. طيب يعني كان في حمل، كان في حمل ولاده قبل كده يعني. ولدتي كم بطن؟ طيب 4 قيصر. 4. طيب في عندك سكر او ضغط؟ يا دكتور. طيب اسمعي بقى الدكتور احمد هيجاوبك. شكرا على اتصالك. طبعا الوزن 100 يا دكتور احمد، والطول 160 والسن 35. اتفضل يا فندم. طيب يبقى احنا بعد ما هنكمل بقى عشان هنخش عشان وقتنا احنا خلاص الوقت بيجري. طيب اتفضل. اتفضل يا فندم. خلاص احنا قدامنا ثلاث دقايق. طيب اغلاقا لقصه النحافه، نظم اكلك، اخترع البدائل الرخيصه للحاجات الطبيعيه اللي انت وعالج الاسباب ونعالج الاسباب. مش ما عندكش لحمه كل بيض يعني، دخل بدائل البروتين. كل سمك، مش لازم انك انت كل يوم يكون عندك حاجه باهظه التكاليف على السفره بتاعتك. ندخل على السمنه بقى عشان ناخد ايه. طيب السمنه يا جماعه، السمنه بعضها انت ليك ايد فيها وفي حاجات انت مالكش ايد فيها. انت هتبقى مذنب لو انت قاعد طول الوقت عمال تلغ وهم يا جمل وهات من هنا وهات من هنا، لكن بعض الناس مبقاش ليها ايد في السمنه زي الامهات اللي لسه حالا دلوقتي والدين. وعلى فكره عشان تبقوا عارفين، انا ما عنديش عذر لام حامل ولا عندي عذر الام مرضعه انها ما تهتمش بالتغذيه، لان التغذيه للمرضعه والتغذيه للحامل من اهم اسباب نجاح عمليه الحمل والوصول الى الولاده، وكمان من اهم الاسباب ان الام تكون اللبن بتاعها كويس ومحمل بكم من الفيتامينز اثناء فتره الرضاعه. لحسن الناس فاكره ان اذا ما اكلتش مش هرضع. الرضاعه بالسوائل يا جماعه، كل ما ازود سوائل كل ما ازود عصاير كل ما هرضع كويس. تمام. طيب يبقى الجزء الاخير اللي انا عايز اقوله للجماعه بتوع السمنه، انا هديكم شويه نصايح سريعه، انا مش هعرف ارد على كل واحد طبعا علشان خاطر الثلاث دقايق. لا هناخد نصايح عامه هتكفي للمجموعه كلها. اتفضل. طيب. سريعا اذا كان وزنك كويس وعندك منطقه واحده زياده، في الحاله دي انت هتزور حد متخصص في السمنه يعمل لك تخسيس موضعي. الناس اللي اتصلت تشتكي ببطنها وكان سكرك مرتفع، مش هتتظبط بطنك الا لما يتظبط السكر، لان كلما ارتفع السكر كلما حصل يا فندم ضعف في العضلات بتاعت جسمك، وهتلاحظي ضعف العضلات ده موجود في ايديكي، وهتلاحظي انه موجود في منطقة البطن ومنطقة الفخدين. المسألة مش بطنك بس، هي بطنك اللي عاملة لك لفت للنظر. رقم 2، الناس اللي بقى عندها مشاكل في الغدة الدرقية، الناس اللي بقى عندها مشاكل في الضغط، الناس اللي بقى عندها مشاكل في الكوليسترول،
لازم تسيطر على المشكلة الرئيسية عشان تقلل وزنك. عمرك ما هيرتفع الحرق بتاعك طول ما عندك مشكلة في الغدة الدرقية. لازم تاخد العلاج بتاع الغدة الدرقية، لازم تاخد العلاج بتاع الكوليسترول علشان يبتدي محتوى الدهون الموجود في الدم يقل فيرتفع بالتالي معدل التمثيل الغذائي، خلاص علشان يبتدي جسمك يحرق. اخيرا الاكل اللي بيتخني هو هو الاكل اللي هيخسسني يا دكتور. الخضار اللي انا بعمله سوتيه هو اللي انا بعمله طاجن واحط عليه اللية والسمن. لو انا اخدت حضرتك البسلة والجزر والكوسة والفاصوليا الخضراء وعملتهم نيف ني، انا ما بقولش من غير طماطم اهو، نيف ني، ومن قللنا محتوى السمنة وخليناها زيت ذرة واستخدمنا المنتجات الطبيعية، هيبقى عدد السعرات الحرارية المتواجدة في الطبق الكامل 50 سعر حراري، بينما المعلقة الواحدة لو انت اضفتي الدهون واضفتي الدهون الحيوانية هتبقى 50 سعر حراري في المعلقة، فمقابل طبق صحي 50 سعر حراري. اتمشوا يا جماعة، خد هواء، اتحرك، لانه انت كل ما بتتمشى وكل ما بتتحرك بيزيد معدل الاكسجين اللي واصل للمخ، هتحسن حالتك النفسية، هتزود الدورة الدموية بتاعت جسمك كله، وفي نفس الوقت هتخس، هتحرق سعرات حرارية وتخس. رقم 3، لازم يكون عندك السلطة طول اليوم، لازم تكون موجودة في الوجبة بتاعتك. احنا خلاص لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغتر بطيب العيش انسان هي الدنيا كما شهدتها امم من سره زمن. خلينا نقول لهم يشربوا ميه كتير برضه بالمره. ازمان الله. علاج السمنه وعلاج النحافه ده جمع في ايه كريمه في القران الكريم، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. جمعوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال عنه ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لنفسه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا نأكل حتى نشبع حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، رائدة الثقافة الصحية في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، أشكر معالي الأستاذ الدكتور أحمد حسين مشعل رئيس أبحاث العلاج الطبيعي وحدة أبحاث العلاج الطبيعي والسمنة والسمنة بمركز البحوث. لا أملك إلا أن أقول لكم سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وسلام من الله عليكم ورحمة مهداة وبركاته.